مزيدا من التفاصيل. والنهارده كان في تدريب صباحي للاهلي استعدادا لمباراه الاسماعيلي. بينضم لي على الهاتف الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا نورهان. مساء النور يا محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمنيني، طبعا مباراه الحرس كانت امبارح، مفيش وقت للراحه والجهاز الفني بيستعد لضغط المباريات الفتره الجايه بشكل اقوى، وعنده مباراه مع الاسماعيلي. ما دار في تدريب اليوم على ملعب التتش وجاهزيه اللاعبين، ومين من الجهاز او مين من اللعيبه اللي ريحت في تدريب النهارده، ومين دخل في التقسيمه وشارك بالنسبه للفتره اللي جايه؟ طبعا هو مبدئيا اللعيبه اللي شاركت امبارح في المباراه كان يعني اقاموا ليها بعض التدريبات الاستشفائيه فقط، ويعني التدريبات الخفيفه زي ما بيقولوا يعني. اللي ما شاركوش او المستبعدين كان في تقسيمه قويه وتدريبات قويه بدنيه وفنيه في التدريب النهارده. وطبعا يمكن الملاحظ اكثر حاجه كانت ملحوظه في التدريب النهارده هو وجود كهرباء بمعنويات مرتفعه جدا، معنويا كان يعني متواجد وشارك بشكل يعني جدي جدا. كمان كان في بقى بعض الاحاديث الجانبيه ما بين اللعيبه، يمكن رصدنا يعني وصلت هزار كده كانت ما بين رامي ربيعه وباجي وهم بيلفوا حوالين التراك. يعني الاجواء كلها كانت كويسه وسعيده وحاله من التفاؤل فعلا ما بين اللاعبين. الو الو، معاك يا نورهان. طب طمنيني، كهربا دخل في التقسيمه الجماعيه النهارده وكان موجود في المران الجماعي قدامنا حتى ايه؟ دخل الجمعيه، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي بشكل بتصريح خاص انه اللاعب جاهز بنسبه يعني 100% ان شاء الله، ويتبقى فقط قرار ريني بايلر بمشاركته في مباراه الاسماعيلي ان شاء الله. طيب بكره تدريب صباحي برضو، وخلاص داخلين بقى على مباراتين ورا بعض مع انديه شعبيه، مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد. ايوه بكره كمان المسحه الطبيه، الرابيد تيست، مباراه الاسماعيلي، وهيكون بعديها بقى السفر طبعا المباراه في برج العرب. كمان انا عايز اقول لك يا محمد ان وجود الفريق النهارده في التدريبات كان يعني عامل حاله من يعني الاشاده من حتى اعضاء النادي. المدرب ما يعني ما فكرش ان هو يريح اللعيبه بعد حتى ما فات، يعني حاسوا ان في جديه كبيره قوي من المدرب في الايام اللي جايه، خصوصا بحسم لقب طبعا الدوري. تمام زميلة العزيزة نورهان طمان، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات والمعلومات من ملعب مختار التتش ومتابعة للتدريب الصباحي. بالتأكيد